هنروح مع حضراتكم لجامعة سوهاج اللي نظمت مسيرة وماراثون رياضي يعتبر الأكبر في الجامعات المصرية بمناسبة احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر. هذا الماراثون شارك فيه أكثر من 3000 طالب وطالبة وسط حالة من الفرحة وتجسيد روح النصر بمختلف الفعاليات، وده كان على مدار اليوم. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر يا شاذلي من دكتور حسان نعماني رئيس جامعة سوهاج اللي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معانا في صباح الخير يا مصر. بعد التحية يعني عايزة أعرف من حضرتك فكرة الماراثون ومظاهر الاحتفالات داخل الحرم الجامعي بسوهاج، وفكرة أنه كمان هو احتفالا بذكرى النصر، طبعا النصر بحرب أكتوبر المجيد، نصر سنة 50، يعني عايز أعرف من حضرتك مظاهر هذا الاحتفال. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا محمد، صباح الخير لكل المشاهدين، أهلا بحضراتكم جميعا، صباح الخير يا مصر. وحضرتك المهرجان ده كان مهرجان شامل وكان من 3 فقرات، الفقرة الأولى كان فيه ماراثون، والماراثون كان يضم شباب من الجامعة وشباب من وزارة التربية والتعليم، يعني كان فيه طلبة مدارس إعدادية وطلبة مدارس ثانوية، وأيضا كان يضم شباب من وزارة الشباب والرياضة، يعني كان ماراثون شامل وكان فيه بنين وبنات وطلبة وطالبات، وده يعني الماراثون كان فيه مسابقة وقدمنا في آخر الحفل جوائز للفائزين. وبعد الماراثون احنا اطلقنا صفاره الماراثون من قدام مبنى الاسكان الطلاب الخارجي بمدينه سوهاج الجديده، وكان طوله حوالي الماراثون 4 كيلو، والتقينا مسيره ثانيه بداناها كانت من قدام كليه التجاره بعرض جميل جدا اعلام مصر، وطبعا لوحات لذكرى انتصار اكتوبر المجيده. وبعد كده التقينا الماراثون بالمسيره ودخلنا ناحيه مركز المؤتمرات الدولي بالجامعه والتقينا كلنا هناك، فكانت مسيره حاشده، مسيره كبيره جدا، كان الطلبه كلهم حماس، الطلبه كانوا كلهم يعني في منظر حضاري، الطلبه كانوا بيهتفوا هتافات لمصر والجيش وذكرى انتصارات اكتوبر، وكان في اغاني وطنيه، يعني كان يوم جميل جدا عظيم. الطلبه كانت يعني مستمتعه، الطلبه كانت بتتجمع من الجامعه، يعني احنا ماشيين بالمسيره كانت كل الطلبه بتنضم الينا من جميع الكليات، احنا عندنا حوالي 70 او 73 الف طالب في الجامعه، فكان فعلا ماراثون كبير وشارك فيه عدد اكبر من 3000، كله ده بيهتف لمصر، كله بيحب طبعا مصر، ذكرى انتصارات اكتوبر ذكرى عزيزه علينا، غاليه علينا كلنا، احنا يعني عايشين فيها على طول، مش هي بس سنويه ولكن صحيح. على طول كل دقيقه وكل لحظه، وما يفعله القوات المسلحه من تطهير مصر من الارهاب ومن دحر المتامرين على مصر، ده يعتبر امتدادا لذكرى انتصارات اكتوبر، وما فعله الجنود الابطال وجيش القوات المسلحه برمي بان هم سقوا الارض بدمائهم وان هم قدموا ارواحهم تضحيه لهذا الوطن، وكان فيه طبعا صيحة الله اكبر، فكل الحاجات دي احنا لا ننساها ابدا عبر التاريخ عظيم. وعشان احنا فاكرينها يا دكتور حسان، عشان احنا فاكرينها والاجيال اللي قبلنا فاكراها، ودايما نتكلم على اننا لازم نحكي للاجيال اللي جايه هذه القصص وهذه البطولات عشان يفخروا بما صنعه ابائهم واجدادهم. ده نوع من انواع التوعيه، يعني مساله المسيره وهذا الماراثون جزء مهم جدا من اجل التوعيه. هل بيكون في ندوات توعويه اخرى للحديث عن بطولات حرب اكتوبر وما حدث اثناء هذه الحرب؟ انت يعني حضرتك نهايه هذا الماراثون ونهايه هذا الاصطفاف تجمعنا قدام المركز الدولي للمؤتمرات بالجامعه، وكان في محاضره طبعا بوجود العبقري الاستراتيجي الخبير العسكري اللواء سمير فرج، واللواء سمير فرج مش اول مره يجي سوهاج، جه سوهاج عندنا من داخل السنه يمكن حوالي 10 شهور، وكل طلبه سوهاج بتحبه، وكل طلبه الصعيد وكل الصعيد بيحبوه لان هو كان وزير الاقصر، وطبعا عندنا محاضره شيقه عن حرب اكتوبر بتداعياتها باسبابها بالمرحله ما قبل حرب اكتوبر، وبين للطلبه كان لازم تبقى في حرب اكتوبر عشان هزيمه والنكسه في 67 وما فعله الجنود والجيش القوات المسلحه في خلال الفتره اللي هي حرب الاستنزاف من 67 الى 73، وكيف استعد الجيش المصري
بالرغم من قلة إمكانيات ومقارنة بإمكانيات العدو الصهيوني وما تتبعه وما تلقاه من مساندات من دول العالم بما فيهم أمريكا، فكانت محاضرة رائعة من اللواء سمير فرج. دكتور الحقيقة يمكن طبعا يعني هي خطوة مهمة جدا، فكرة توعية الشباب وطول الوقت ان احنا بنؤكد على مسامعهم حرب اكتوبر والتخطيط لحرب اكتوبر والظروف كانت الموجودة وقتها، فدي طبعا اكيد نقطة مهمة جدا وخطوة هامة جدا الحقيقة احيي حضرتك عليها. لكن برضو عايزة اعرف من سيادتك يا فندم، هل كان في مشاركة من فنانين من شخصيات عامة كانت موجودة ولا كان بس مجرد الطلاب والمحاضرات والماراثون؟ لا، وكان في مشاركة حضرتك، بس يعني كان عندنا وكيل أول صوت الثقافة العميد محمد نبيل، وكان طبعا وفد من قصر الثقافة في محافظة سوهاج، وهم اللي قاموا في طبعا كورال الأطفال وفي الفنانين تبع قصر ثقافة سوهاج، واحنا عندنا برضو فنانين داخل الجامعة وكورال داخل الجامعة، يعني كان عبارة عن يعني كوكتيل أو يعني مزج من الأغاني ومن المهرجانات ومن المسابقات، وده يعني حضرتك احنا يعني ده امتداد لحرب أكتوبر اللي احنا بنشوفه حاليا دلوقتي على أرض مصر من إنجازات ومن مشاريع عملاقة ومشاريع قومية كبيرة ومن تطور في كل حاجة في مصر، من البنية التحتية، من الزراعة، من الصناعة، من التجارة، اللي العالم كله شاهد على كده، والعالم كله مش عايزنا نمشي في هذا الخطوة وهذه الاتجاه، عايز كاتشورت، عايز يقطع لنا هذه الطريق عشان نفضل زي ما احنا، ولكن احنا ان شاء الله باذن الله مكملين يا دكتور حسان بحالة الوعي اللي بتكون موجودة بين أطياف المجتمع كله. شكرا جزيلا دكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ألف شكر لحضرتك.